السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا السادس من رمضان، بنرحب فيكم أكيد وين ما كنتوا بتتابعونا من المحيط إلى الخليج بل وأبعد من ذلك، لأنه ما شاء الله عم بيزداد عدد المتابعين لقناة دار الإيمان، وأكيد بنرحب لجميع المتابعين المنضمين لقناتنا وأنتم أصبحتم الآن من ضمن عائلة قناة دار الإيمان. وكيفكم يا بنات اليوم؟ أهلا، بنرحب فيك يا أسراء. أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في السادس يوم من رمضان، يعني قارب الثلث على الانتهاء. يا رب تكون خططكم ماشية زي الفل ودعواتكم يعني اللي بتدعوها منتظمين عليها وعارفين انتوا بتعملوا ايه كويس قوي في رمضان عشان تكونوا في الاخر من الفايزين ان شاء الله. يا رب، اللهم امين. يعني اول شيء يسعد مساكم، مساء الخير لكل مشاهدينا. يمكن عصيره الدعاء وانه يعني رح يمضي الثلث الاول من رمضان، الدعوه اللي في بالي من كم يوم انه اللهم بارك لنا في اوقاتنا، لانه فعلا ما في بركه في الوقت. سبحان الله، المغرب عم بيأذن متاخر. يعني قول لهم المغرب بيأذن هنا كم؟ بيأذن عن جد كثير متاخر يعني. الحمد لله رب العالمين. بعديها اللي بينام مثلا، اللي بيصلي تراويح، الوقت يمضي سريعا ورمضان يمضي سريعا. وانا اليوم عم تحكوا السادس من رمضان، بحكي الله يعني هذيك اليوم بلشنا وعم نحكي للناس انه كنا في بدايه رمضان، فاللهم فعلا بارك لنا في اوقاتنا وجعلنا فعلا من الاشخاص الحريصين. ترى بركه الوقت هي نعمه من الله عز وجل. صحيح. يعني هو الوقت نفسه عند كل الاشخاص، لكن هناك بركه هيك الواحد بيستشعرها احيانا في بعض الاوقات، وبعض الاوقات تغيب هذه البركه. بتعرفي صفاء، كونه بكذا حلقه من برنامج رمضانكم احنا حكينا عن موضوع النعم واستشعار النعم. واحده من النعم اللي بتستشعريها والناس في العالم العربي، يعني هاي رساله جميع في العالم العربي لابد انهم يستشعروها، مساله انه المغرب نسبيا يؤذن مبكرا يعني مقارنه بالدول الاوروبيه. لسه احنا اذا بيؤذن عندنا الساعه 9 في دول بيؤذن عندهم 10، في دول 11، في دول حتى يعني يقارب ال 12. فاحنا في العالم العربي نوعا ما في نعمه. لا، في منطقه في السويد صفاء لا في منطقه في السويد بيؤذن الساعه 12 عندهم، بيفطروا ساعه ونص بس بين الفطر والسحور، بين المغرب وبين الفجر، بين اذان الفجر. فإحنا فعلا في نعمة في العالم العربي أنه نوعا ما في وقت أنك تفطري برواء، في وقت أنك تصلي التراويح برواء، وفي وقت أيضا أنك تقيم الليل يعني في جميع أيام رمضان وليس فقط في العشر الأواخر، وهذه بحد ذاتها صحيح. بتعرفيني حتى الأشخاص اللي بيكون عندهم هيك المغرب يعني منهم فعلا الصادقين اللي في عندهم بركة في الوقت. يعني هي ليست نسبة وتناسب بين وقت الأذان ووقت الإفطار إلى آخره، لكن هي فعلا بركة من الله عز وجل في الوقت. فخليه ديدينا فعلا في هذا الشهر الكريم، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعنا في هذا الشهر على القيام والصيام، حق القيام والصيام. اليوم يعني برنامجنا وحلقتنا منوعة مشاهدينا، رح نذهب لجزء من الحلقة إلى الأطفال وأجواء الأطفال، كيف نعود أطفالنا على الأطفال. إذا سمعتوا بصمت العصفورة يعني هي كانت أحد الوسائل اللي بتشجع الطفل على الصيام، كيف نشجع أطفالنا على الصيام هو موضوع حوارنا مع ضيفتنا اليوم، وأيضا رح تكون دردشتنا من داخل المطبخ. أكيد كل الستات اللي عم بيشاهدونا تقريبا بيدخلوا المطبخ الساعة 3، يعني يبدأ الاستعداد لتحضير الوجبة الرمضانية، وجبة الإفطار. فخبرونا كيف تستثمروا وقتكم داخل هذا المطبخ، كم تقضوا من الساعات في المطبخ؟ أكيد على صفحتنا على الفيسبوك قناة دار الإيمان. وعلى سيرة التركيز النهاردة كمان يا صفاء، في أوقاتنا محتاجين كمان نركز مع نفسنا، ودي موضوع حكمة النهاردة من الحكم العطائية. الحكمة بتقول: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. خلينا نشوف مع بعض الحكمة ونرجع لك على طول. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. إذا مشاهدينا يعني شاهدنا هذه الحكمة، فعلا هي حكمة، هي تعتبر حكمة يعني جزا الله سبحان جزا الله ابن عطاء السكندري اللي فعلا عنده هيك استشعار لهذه الدقائق والتفاصيل الصغيرة الموجودة في حياة الإنسان، إنه في كثير من الناس فعلا تنسى نفسها وتنسى الحياة اللي هي عايشتها وتنسى الدور اللي لازم تقوم فيه، وبتروح إيش؟ تروح دائما عن الغيب. لما بعد يعني البحث عن الغيب والبحث عن
الماورائيات والبحث عن حتى الظواهر الخارقة للطبيعة، بالنهاية بتنسى الدور البسيط اللي ممكن لها في هذه الدنيا. صحيح، هنا يعني في إحدى الشروحات لهذه الحكمة كان شرح بيقول إنه الغيوب كمان مش مرتبطة إنه بس بالكرامات أو بس بالمقامات أو ما شابه، كمان مرتبطة باطلاع الإنسان على أسرار الناس. إن أنا أكون عندي فضول إن أنا أعرف صفاء النهاردة مش مظبوطة مثلاً، متضايقة من إيه يا ترى؟ والله مبسوطة يا ياسمين. لا أنتي مبسوطة على طول يا حبيبتي، ربنا يسعدك. بس مثلاً ياسمين النهاردة مش مبسوطة، يا ترى اتخانقت مع جوزها، يا ترى إيه اللي حصل بالظبط. الحاجات دي والاطلاع على أسرار العباد ده يعني بيجيب للنفس تهلكة إحنا في غنى عنها. صحيح. يعني إحنا مش مطالبين إن إحنا نتعرض لهذه الغيبيات، سواء الغيبيات على مستوى البشر أو غيبيات زي الكرامات وما وراء الطبيعة زي ما إسراء قالت. لفتة جميلة ياسمين، فعلا في هيك أشخاص عندهم الفضول القاتل للأسف، وخلص يعني ما بيقدروا أو بدهم تعويض لحتى يتخلصوا من هذا الفضول. لكن أنا اللي يعني لما ذكرت هذه الحكمة اللي استحضرته، بعض الأشخاص فعلا يعني بيعتمدوا على صلاة الاستخارة بطريقة شوفي بجمال صلاة الاستخارة وقديه بتريح النفس وبأهميتها وبأنها سنة، لكن بعض الأشخاص تنتظر يعني حلم مثلا، تنتظر صحيح. فتح معين، تكون تنتظر دلائل وعلامات وهي بعيدة جد البعد عن حقيقة صلاة الاستخارة. فهنا الانتظار، انتظار علامات الغيب، كثير أشخاص بيدخلوا بمتاهات فيها فعلا. صحيح. وبيقضوا أوقات وبيشغلوا نفسهم في هذا المجال، ويعني تأخذهم بعيدا عن انشغالهم بذاتهم وانشغالهم بحقيقة بعض الأمور. صحيح. وللأسف صفاء يعني أنه في ناس بتمشي حياتها على الأحلام يعني والأحلام أصلا وتفسير الأحلام يعتبر من الغيبيات. يعني صح في العديد من العلماء اللي بيفسروا الأحلام، بس بالنهاية كل عالم لما بيطلع وبيفسر بيحكي والله أعلم. صحيح. يعني في النهاية هو ما أعطاك تفسير مطلق ولا أعطاك أي حكم مطلق، هو بالنهاية حلم وتفسيره عند الله. فالإنسان يعني يحاول قدر الإمكان أنه يوازن. مش غلط أنك أنت تحاول ببعض الأمور اللي أنت ما بتعرفها أنك تعرفها وتستكشفها، لكن أنك توازن. بالنهاية في دور موكل إلك عليك أنك تقوم فيه، وفي شيء أمام عينك عليك أنك تستكشفه. يعني حاول تفهم الأمور اللي حواليك، الأمور اللي أمام عينك، الأمور اللي أنت متواجدة بين إيديك، الأمور الملموسة اللي مطلوب منك أنك أنت تفهمها وتتعامل معها، ثم ممكن يعني يأتيك فتح الله وتنتقل إلى مراحل أخرى إن شاء الله يا رب. جميعا على سيرة صلاة الاستخارة، كان برضو في مقولة لابن عطاء الله السكندري بيقول إنه علامة الإذن التيسير. كان دايما برضو الناس زمان تقعد تقول يعني أنا صليت استخارة. نعم. يعني يسألوا الشيخ ابن عطاء الله السكندري أنا صليت استخارة، إمتى يعني إمتى حاخد الرد أو إمتى حاخد الجواب؟ ما تبجيني. كان بالضبط كان بيرد عليهم رد مختصر جدا، علامة الإذن التيسير، إنه أمورك إذا تيسرت انت استخرت بين امرين، أمر استخير واقبل يعني امر حيتيسر وامر تاني لا. وده فعلا حقيقي يعني عن تجربه شخصيه حتى ليا يعني. جميل. اذا مشاهدينا يعني حبينا هيك نتامل في بعض النفحات في هذه الحكمه العطائيه، ومثل ما ذكرناكم وقلنا لكم حاولوا انكم توازنوا، اتعاملوا مع الاشياء الملموسه الموجوده بين ايديكم، حاولوا تقوموا بادواركم الموكله لكم في الحياه، وتعاملوا مع ما تعرفوا قبل ما انكم تتعاملوا مع ما لا تعرفوا. وحاولوا كمان يا اسراء انه العيوب الداخليه نشتغل عليها ونسيبنا من صحيح. الحاجات اللي احنا مش عارفينها او ما عندناش فيها معلومات. لكن جميل انه نرجع للماضي شوي، احيانا يعني نستبق الاحداث في المستقبل، لكن ان نستبق او نستقي الحكمه من الماضي في ذاكره اليوم حتى نشوف يعني شو اخر الامور او ما هي فعلا الامور اللي وقف عليها التاريخ وخلدها التاريخ في مثل هذا اليوم. نشاهد عام 1770 اكتشاف الحاجز المرجاني العظيم على سواحل أستراليا من قبل المستكشف البريطاني جيمس كوك. يعتبر هذا الحاجز هو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم. 1903 اغتيال الملك الصربي ألكسندر وزوجته الملكة دراجا ماشين في قصرهما في بلغراد من قبل ضباط الليبراريون بقيادة دارغوتن. 1917 اعتلاء ألكسندر لعرش اليونان بعد تنازل والده قسطنطين الأول تحت ضغط القوات الحليفة بسبب مساندته لألمانيا في الحرب العالمية الأولى. 1932 استلام محمد علي العابد رئاسة سوريا، وقد ساهم محمد علي العابد بالدور الأكبر في عقد اتفاقية الاستقلال بالإضافة إلى إنهاء الانتداب الفرنسي. 1937
الحكم بإعدام 8 من جنرالات الجيش السوفيتي بتهمة الخيانة العظمى بأمر من جوزيف ستالين. 1951، إعلان البرتغال بضم موزمبيق الإفريقية لتكون جزءاً من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمياً فيما وراء البحار. 1964، إصدار حكم بالسجن لمدى الحياة على الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا والذي كان بالغ من العمر 44 عاما. 2009، الكشف عن مرض إنفلونزا الخنازير من قبل منظمة الصحة العالمية باعتباره وباء عالميا. أهلا بكم من تاني مشاهدينا في استوديو دار الإيمان، في استوديو رمضانكم منورنا. خلينا نفكر بالمسابقة بتاعتنا. زي ما انتوا عارفين احنا عندنا مسابقة طول شهر رمضان، يوم الخميس بيكون في سحب أسبوعي، وفي نهاية الشهر بيكون في سحب كبير على $1,000، والسحب الأسبوعي على $250. سؤال النهاردة بيقول: من هو قائد معركة بلاط الشهداء؟ السؤال مرة تانية: من هو قائد معركة بلاط الشهداء؟ تقدروا تجاوبوا وتشاركونا بإجاباتكم على فيسبوك، صفحتنا على فيسبوك وتويتر، صفحة قناة دار الإيمان فيسبوك وتويتر، مستنين إجاباتكم. ومشاهدين الآن رح ننتقل إلى شيء من تراثنا الجميل ومن التراث السوري الجميل، واللي مرتبط بالكثير من التفاصيل والعادات الصغيرة والجميلة. على فكرة أنا كنت لسه مبارح كاتبة على صفحتي على الفيسبوك أنه يعني رسالة إلى جميع السوريين، حاولوا أنكم دونوا جميع التفاصيل الصغيرة اللي رممت حجارة الوطن، لأنه هذه التفاصيل هي اللي يمكن أن تنتقلوا من خلالها إلى شيء آخر. اليوم رح نحكي عن تحديداً خبز المعروك. شو هذا الخبز وليش مرتبط بالذاكرة الرمضانية تحديداً؟ رح نشاهد في هذا التقرير اللي أعدته كفاح بني سلامة. المدن والبلدان تتميز في تحضيرات وأكلات رمضان المرتبطة فقط بهذا الموسم العظيم. حتى في البلد الواحد، ففي سوريا يعرف السوريون في بعض المناطق أكلة شعبية تسمى المعروك أو خبز رمضان، وتعد أشهر أنواع الخبز الرمضاني الدمشقي المشهور. رغم أنه لذيذ جداً، إلا أن الناس اعتادوا على الاصطفاف طوابير لشرائه لأنه صار تقليداً رمضانياً خالصاً. تبدأ الأفران في صنعه ويتفنن الباعة المتجولون في التجول وبيعه، هاتفين بعبارات كثيرة كقولهم: أكلة الملوك يا معروك. وعن تحضير المعروك، يكون بخلط الدقيق مع الزيت النباتي والقليل من السمنة والسكر إضافة إلى الماء. تعجن وتخلط جيداً، ثم تترك مدة ساعة أو أكثر حتى تختمر في أفران خاصة، ويدهن قبيل دخوله للفرن بدبس التمر ودبس العنب والبيض والخل، ويزين بالسمسم ويدهن بالزيت ليبقى لامعاً. حتى إن الترف طال أكلة المعروك أو خبز رمضان كما سواها، فظهرت إضافات للمعروك وصارت تسمى أكلة المعروك الملوكية، تحشى بالزبيب والتفاح والشوكولاتة والجبنة والموز والتمر بخليط خاص من بعض هذه الأصناف أو أغلبها مجتمعة. كان يقدم المعروك سابقاً على وجبات السحور لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، واليوم يقدم حتى على الفطور لكل من تحمل مائدته بصمة الخبز الرمضاني اليوم أياً كان نوعه، إفطاراً شهياً. يعني أنا شخصياً شهيتوني أدوق خبز المعروك، لازم ننزل هيك وندوق يعني هذا الخبز السوري بالأيدي السورية. وما شاء الله يعني فعلاً إخواننا السوريين يعني إسراء وياسمين تركوا بصمة رائعة. اليوم رح أسبقك بشغلة، لأني اليوم معزومة وعند أصدقاء سوريين رح أكل خبز المعروك، وأنا النهاردة بدو حاكل أكل سوري. حتجيبي لي معك إسراء، ما بتنساني إن شاء الله.
إذا تحية لزميلتنا كفاح بني سلام على هذا التقرير الجميل. ومشاهدينا، على الرغم من لذة الطعام فهي نعمة فعلا نستشعرها في طعامنا، لكن بعض الأشخاص يعني رب العالمين يشفيهم ويعافيهم بيضطروا في شهر رمضان إلى إجراء بعض التحاليل المخبرية. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع معنا الدكتور زياد إبراهيم، لكن في هذا التقرير نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. ينعاد علينا رمضان إن شاء الله السنة هاي وكل سنة بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله بالسنة الجاية بنكون فرحانين بعودة جميع المهجرين إلى أرض الوطن. فقرتنا اليوم هي فقرة متعلقة بالتحاليل المخبرية، راح نحكي عن ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول وهو يهم جميع المرضى وهو سحب الدم. سحب الدم من المتعرف عليه من الناحية الشرعية أنه غير مفطر للصائم، وذلك لأنه لا يدخل أي شيء إلى جوف المريض. المحور الثاني هو الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية والعلاجات. ممكن بكل بساطة النوع هذا من المرضى يأخذ العلاج على فترة السحور، وبعد مضي 4 إلى 6 ساعات من تناول وجبة الطعام ممكن في أي وقت من أوقات النهار الحضور إلى المخبر لإجراء أي تحليل من التحاليل المطلوبة، وذلك لأن بعد مضي 4 إلى 6 ساعات من تناول أي وجبة طعام تعود جميع المعطيات الدموية إلى قيمها الطبيعية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية. المحور الثالث هو فترة الصيام. ممكن يستغلها أي إنسان سواء كان مريض أو إنسان صحيح بده يعمل اطمئنان على حالته الصحية، ممكن يستغل فترة الصيام لعمل تحاليل مهمة، أهمها التحاليل السكر، تحليل السكر، تحليل الكوليسترول والشحوم الثلاثية، وتحليل الشحوم الضارة والشحوم النافعة، وذلك لأن هذه التحاليل أو هذا النوع من التحاليل يتطلب من المريض صيام ما يقارب 10 إلى 12 ساعة للحصول على نتائج دقيقة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية. فبطبيعة الحال الإنسان بيكون صائم هالأطول، خاصة في هذه الأيام بيكون فترة الصيام فترة طويلة جدا، فممكن المريض بعد ما أنه أو أي إنسان طبيعي بعد ما يتناول وجبة السحور بيحسب 10 إلى 12 ساعة وبيجي على المخبر بيسحب الدم وبيطلب إجراء هذه التحاليل للإطمئنان على صحته بشكل عام، أو الأشخاص اللي عم بيتناولوا العلاج بالنسبة للشحوم الثلاثية بشكل رئيسي وبدرجة أقل الكوليسترول والشحوم النافع والشحومات النافعة والشحومات الضارة. ففترة رمضان هي فترة مناسبة جدا لعمل هذه التحاليل، خاصة في هذه الأيام مع ساعات الصيام الطويلة. نشكر لكم مشاهدينا الكرام متابعتكم، ونتمنى لكم صياما مقبولا بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم من تاني مشاهدينا، اهلا بيكم معانا في رمضانكم. حلقتنا لسه مكمله معاكم لحد الساعه 4، خليكم فوقين معانا ومصحصحين. النهارده عندنا موضوع الدردشه الرمضانيه برضو متصله يا صفاء بالمطبخ لو يتجوعين يا ياسمين بالظبط، لكن هي اكتر موجهه للسيدات، لان بنعمل مشاركات الرجال لو عاوزين يحمسوا زوجاتهم. يعني النهارده موضوعنا عن تضيع اوقات رمضان في المطبخ. الست بتدخل المطبخ تشمر اكمامها، تنزل تاخد غطس ما تطلعش منه غير على صلاه المغرب، وبعدين تاخد غطس تاني في المواعين. انتوا بتحافظوا على اوقاتكم في رمضان ازاي؟ كلمونا وقولوا لنا خططكم عشان يعني تعملوا كنترول وتعملوا تحكم في اوقات رمضان. شاركونا على صفحتنا على فيسبوك وتويتر على قناة دار الإيمان، منتظرين إجاباتكم. معانا كمان مشاركات أكيد. دلوقتي يعني في معنا مجموعة من المشاركات. في عنا همسة أمل تقول مساءكم سعيد. أكيد ومسائك سعيد يا همسة أمل. تحكي أنا الساعة 4 ببلش أحضر مكونات الطبخة مع من نقع الرز وطبخ الدجاج وباقي المكونات، وأجهزهم إذا بقي للأذان ساعة أطبقها مع بعضها. وأيضا تقول مساءك سعادة صفاء، أنت شعلة من التفاؤل، يعني لتوجه تحية لصفاء. أكيد من وجهك تحية يا همسة أمل. يعني على سيرة المطبخ أنا رح أحكي عن تجربتي الشخصية. يعني أنا لما أطبخ بحب أعمل شوية صلة رحم، يعني مثلا بحط الموبايل على بفتح السبيكر، بحط الموبايل على الخزانة في المطبخ وببدأ هيك أجري اتصالات، مثلا أحكي معهم إذا عم تطبخ بالضبط، إذا ما كانت مثلا بنتي ما يعني نايمة أو هو يعني ما عم تعمل أو ما عم بحكي معها. يعني بالعادة يعني بكون بحكي مع بنتي ببعض الأمور اللي بدي أحطها فيها برمضان أو بعض الأشياء اللي بدي أغرسها فيها، فبستثمر وقت الطبخ لأنه فعلياً بياخذ وقت
وقت أو بكون عم بحكي مع العائلة ومع بعض الأشخاص اللي فعلاً خلص على السبيكر وبتحكي وبتاخدي وقتك وأنت بنفس الوقت عم تنجزي، يعني طول وقتهم يقولوا لي إيش هذا الصوت شو عم تعملي، فأنا بعيشه معي في الجو. حلو. يعني نوع من استثمار الوقت. على فكرة بتضربي يعني عصفورين بحجر مثل ما بيحكوا إنك تعملي صلة الرحم وفي ذات الوقت عم تنجز الطبخ. أنا بستذكر على فكرة أيام ما كنت يعني مع خواتي، إحنا كنا ما شاء الله ثلاث بنات، فكنا خلص يعني ساعة ما قبل الأذان هي ساعة بندخل مع والدتي ومنشهل وننجز الطبخة، وما بيحتاج الموضوع أكثر من هيك. يعني أنت عم تحكي عن أربعة في المطبخ خلص، يعني نعمل عزومة في الموضوع. لو دخلتي قبل ثلاث ساعات ما حتطلعي إلا وقت المغرب، ففعليا بتدخلي قبل ساعة خلص وقت المغرب. مركز ما تزيدي عنه وبرمجي حالك عليه وهيك بنكسب اليوم كامل. كنا نطلع ونروح ونيجي وننجز ونقرأ أو وردنا وخلص. بس أنتم ما شاء الله أربعة، يعني اللي واحدة لحالها إيش تعمل؟ عشان الأمهات يستثمروا سواعد بناتهم. تعرفة كمان يا صفاء، كانت واحدة صاحبتي حطت صورة على فيسبوك و يعني بس صورة اطباق بلاستيك وكوباية بلاستيك وشوك ومعي كل بلاستيك في بلاستيك، ودي عادة باباها من رمضان من 30 سنة انه اول ما رمضان يجي بيجيب كل حاجة بلاستيك عشان ما يضيعوش وقت في الجلي وغسيل المواعين. يحيى الاباء بجد يعني انا من هنا بجد بحيي باباك بالجلي ابدا، ما حدا بيحب الجلي وقت خاصه لو عندك عزايم بيضيع وقت. صحيح. وطبعا هتستعملي بلاستيك على حسب درجه قرب الناس وبعدها منك. جميل. ايضا ميسم عندها مشاركه تقول يسعد مساكم، بعد العصر ابدا بتحضير الافطار وفي فتره الطبخ احافظ على التسبيح والاستغفار عفوا وقراءه ايات قصيره من القران حتى لا يضيع الوقت، والوقت الذي أقضيه في المطبخ ساعتان وقبل الأذان بنصف ساعة بطبق الطبخة. وشكرا. جميل أول شيء أنه برضه بنفس الوقت عم تستثمر الوقت بأكثر من شغلة، أنه عم تطبخ وبتحافظ على الـ يعني الاستغفار والتسبيح. على فكرة أنا كنت أستذكر والدتي، يعني بوجه لها تحية من هذا المنبر، كان وقت الأذان تبدأ بالدعاء بصوت عالي وكنا إحنا نأمن وراها. جميل. خلص هاي العشر دقائق ما قبل الأذان وإحنا في المطبخ عادي دعاء وتأمين. إحنا دايما كانت ماما لما تطبخ تقرأ قرآن وهي بتطبخ على الأكل وتدعي إنه اللي حياكل من الأكل ده ربنا يبارك في عمره وصحته ويبارك في عمله. جميل. دايما. جميل. حتى جربوا الموضوع ده بجد، نكهة الأكل بتطلع مختلفة. في بركة. أشواق مختلفة كمان. نعم. أشواق الأنوار على الفيسبوك تقول الساعة الرابعة حتى السابعة والنصف هدف في المطبخ، يمكن كتير أربعة حتى سبعة ونص، أحاول إنها بتشغل قرآن لكن تستثمر وقتها ومرات تقوم بالذكر. أنا يمكن هون بدي أنوه لشغلة، كتير أشخاص ما بيجعبالهم أو ما بيتفننوا بالأكل أو ما بيحبوا الأكلات اللي جدا صعبة إلا في وقت يعني في شهر رمضان. نعم. للأسف بيقضوا فعلا ساعات طويلة، لكن كان لي صديقة كانت تجهز هاي الأمور لأنه خلاص يعني هم بيحبوا بيأكلوا يحبوا يأكلوا، وهي فعليا تستهلك الوقت الكثير، فكانت تجهزها وتفرزها بالفريزر قبل رمضان. من قبل رمضان برمضان خلاص تطلع مثلا تقلي تعمل الأكلة جاهزة تقريبا، ما بتاخذ منها وقت كثير، ففعليا وقت رمضان يعني بيكون مركز ومستثمر. وفي نقطة جدا مهمة صفاء، يعني هي رسالة للرجال وللأبناء، يعني أنهم ما يثقلوا على كاهل العائلة وكاهل للأم في رمضان. يعني مو وين الغلط انه مثلا احنا نحضر طعام بسيط في رمضان، المهم انه خلص يعني بيقضي شهوة الطعام مثل ما بينحكى، يعني شيء مو غلط. اما للأسف الشديد في كثير من الرجال بيثقلوا كاهل زوجاتهم او امهاتهم بانه لازم تكون السفرة من اولها لاخرها ويعني متعددة اصناف الطعام. لا خلص صنف واحد او صنفين بالكثير، او حتى الصنف مع الشوربة والسلطة يعني يكفي ويزيد. والانسان في رمضان واحنا صرنا يعني متعودين على رمضان انه احنا صح من جوع، لكن وقت الاكل بيكون معدل الاكل قليل، هياكل السفره كلها وفي الاخر بياكل حبه قد كده. في كمان فكره تانية، لو ان احنا عندنا عيله كبيره وطبعا النهارده انا عزمت صفاء، صفاء لازم ترد لي عزوم، عزمت اسراء وهكذا، اللي بيحصل انه كل اسره بتتحمل اولا تكاليف ماديه لانه الاسره ممكن يعني تعدي ال 35 ما شاء الله اللهم بارك، يعني ما شاء الله. صحيح. وبتاخد وقت كمان. يعني انت عارفه ياسمين عم تحكي عن موضوع جدا خطير، موضوع العزايم، يعني هذا حنفتح له موضوع دردشه خاص. يعني فكره بحتاج. الديش بارتي ده لطيف جدا ان كل واحد يجيب حاجه ونقعد ناكل برده وكل حاجه تبقى لطيفه، نفس الوقت اتجمعنا وشفنا بعض وانسنا. على فكره محمد يقول، يعني السؤال موجه للنساء فقط، الله يعينهم في الحقيقه، جوع وعطش وحر الفرن ووقوف وتركيز، عذرا على تطفلي لكن احيانا اساعد في بعض الامور البسيطه. احنا طبعا كتبنا للنساء فقط استفزازا، لكن نرحب بمشاركات الجميع، وجميل انه الرجل يعني يكون عنده مبادرات طبعا.
لمساعدة زوجته في المطبخ. بالعكس يعني بتعرفي يعني إسراء وياسمين الرجال نفسهم على الطبخ لذيذ، يعني أنا بحب أدوق صراحة أكل رجال. لا فعلا يعني والدي الله يجزيه الخير يعني كان جدا يساعد في الأكل، كان يحب ويستمتع وهو يعمل الأكل، فكان كان الأكل من قلة يا صفاء. طيب لا ما هو هون دعوة من قناة دار الإيمان إنه يكون في يوم مثلا بالأسبوع، خليه يوم بكل أسبوعين خلص الأكل على الزوج، مثلا إذا ما بيعرف يطبخ ماشي جيب جاهز على الخفيف لو حمص وفول وفلافل. صحيح. لكن أحيانا بتكون هذه مساندة ومساعدة معنوية للزوجة لتخفيف العبء عنها في رمضان. إذا يعني هذا كان حديثنا ودردشتنا، كانت بعض الأفكار والمقترحات اللي تشاركنا فيها ومشاهدينا في موضوع استثمار الوقت في المطبخ. إذا مشاهدينا ننتقل الآن وإياكم إلى إضاءة جميلة من الإضاءات اللي حضر لنا إياها الدكتور عبد الله معروف في السيرة النبوية، منشاهد هذه الإضاءة ومن ثم عودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبس جديد من قبسات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القبس خاص بالرومانسية وبالحب. اليوم إذا بتسأل أي واحد في الشارع في أي مكان، كثير من الناس بتحكي له أجمل قصة حب في التاريخ وأجمل قصة رومانسية في التاريخ، بيقول لك واحد من الناس روميو وجولييت، واحد من الناس بيقول لك عنتر وعبلة، والثاني بيقول لك قيس وليلى ومش عارف إيه. لا، أجمل قصة حب في التاريخ هي قصة ناجحة، مش قصة فشلت مثل تلك القصص، وهي قصة محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذه القصة لا تنتهي بوفاة السيدة خديجة بعد ربع قرن تقريبا من الزواج، يعني قصة ناجحة كان فيها زواج وعشرة وحب، وامتد هذا الزواج 25 عاما، لكنه لم ينتهي بوفاة السيدة خديجة، بل استمر بعد وفاتها أكثر من 11 عاما لحد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة عاش معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة طويلة وجميلة، ورزق منها الولد. القصة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر السيدة خديجة في المدينة المنورة دائما، وكان يتحدث عنها دائما، حتى إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغاروا منها. يعني واحدة من أكثر القصص المشهورة في موضوع الغيرة، السيدة عائشة رضي الله عنها تروي هذه القصة، تقول ما غرت من أحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتي من خديجة، علما إنها ما رأت خديجة، ما بتعرفها، لكنها سمعت بها فقط من كثرة ما كان رسول الله يذكرها. و بتقول كانت يوما تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة، وكان يتحدث عن السيدة خديجة، يبدو أنه مشهد أمامه قد حدث، فقال تذكر خديجة، قال كانت خديجة رحم الله خديجة كانت تفعل كذا، وأذكر يوما أنها فعلت كذا، وحدث يوما كذا وكذا، وخديجة قالت كذا. فالسيدة عائشة يعني بدأت تغار، وإذا بها يعني في لحظة غيرة عجيبة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول خديجة خديجة خديجة، أما خلق الله غير خديجة؟ ما تريد من امرأة عجوز قد بليت، يعني كانت عجوز وقد بليت في التراب، خلاص صارت يعني مدفونة منذ زمن طويل، وقد أبدلك الله خيرا منها، يعني ما تريد من امرأة عجوز قد بليت في التراب صارت وقد أبدلك الله خيرا منها، يعني احم أنا يعني تتحدث عن نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وأحمر وجهه، وكان إذا غضب أحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة جدا، ولكن وهي أحب الناس إليه من الأحياء، ولكنه كان يحب السيدة خديجة أكثر، فقال لها للسيدة عائشة لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. فالسيدة عائشة لما رأت غضب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بنقول إحنا، أخذت ستيب باك، خطوة إلى الخلف، وقالت يا رسول الله استغفر لي لأنه غضب صلى الله عليه وسلم. فقال لها حتى تستغفري لخديجة،
يعني لن أستغفر لك حتى تستغفر لخديجة. فجلست عند النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم اغفر لخديجة اللهم ارحم خديجة، حتى رضي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لعائشة، رضي الله عن السيدة عائشة سيدة خديجة. هكذا كان حبه صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، وهذا معنى الوفاء، مش فقط مجرد قصة حب رومانسية تنتهي بوفاة واحد من الطرفين، بل قصة وفاء طويلة جدا حتى ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكرها بعد وفاته ب1400 عام. نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عن سيدتنا خديجة، يعني رضي الله عنها وأرضاها، والمصطفى صلى الله عليه وسلم فعلا كان خير زوج وكانت خير زوجة، كان مثال يحتذى به. يعني كنا يمكن عم نحكي قبل قليل عن مساعدة الزوج لزوجته، فلو نظرنا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحبه، لرومانسيته مع زوجته خديجة بالتحديد رضي الله عنها، لاقتبسنا فعلا منه نور يضيء لنا الحياة، حياة زوجية يعني بالتحديد، وحياة الأسرة. والجميل صفاء أنه مثل ما ذكر الدكتور عبد الله معروف، مسألة الوفاء يعني ما بعد الموت، مسألة الذكر الطيب، المحافظة على الذكر الطيب، يعني وفاء في الحياة من خلال السلوكيات، ووفاء ما بعد الممات، فهذا شيء جميل، وهي دعوة للجميع أنه فعلا يعني يستقوا من سلوكيات الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المضمار، حتى لو يعني وسائل بسيطة وطرق بسيطة، مثل ما ذكرنا قبل قليل، منها مساعدة الزوجة في المطبخ مثلا. خلينا أعزائي المشاهدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل إن شاء الله عندنا أستاذة زينة العظم، هي ضيفتنا النهاردة في رمضانكم، وهي مهتمة في مجال تربية الأطفال، وعندنا لقاء شيق جدا ومهم جدا ومفيد. استنونا بعد الفاصل إن شاء الله. وعودة لكم مشاهدينا، وموضوعنا اليوم جدا مهم ولا بد أن يطرق في كل رمضان وفي كل سنة، لأنه متعلق بتربية الأجيال القادمة بإذن الله. موضوع تهيئة الأطفال في رمضان وغرس القيم للأطفال تحديدا في رمضان، رح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة زينة العظم، وهي مهتمة في مجال تربية الأطفال. مرحب فيك أستاذة زينة. هلا فيك، شكرا لك، أنا مسرورة باستضافتكم كمان. تسلم. يعني موضوع تدريب الأطفال على الصيام في رمضان من الأمور اللي جدا مهمة، ومثل ما ذكرت يعني إحنا عم نهيئ الجيل القادم. أكيد. بداية خبريني ليش لازم نركز على الأطفال في رمضان، وشو يعني أهمية تهيئة الأطفال على موضوع الصيام في رمضان؟ تمام. الصيام الحقيقة يعني في مشقة. في مشقة على الكبير، فكيف على الصغير؟ فيعني ممكن لبعض الأطفال يكون في مشقة أكثر من الصلاة، رغم أنه هو مجرد شهر بالسنة. فالتدرج هو أساسي، أساسي في كل شيء لتعليم الطفل، أي شيء، يعني مو بس بالدين، وإنما بأي مجال بدنا نعلمه إياه. التدرج هو الطريقة المحمدية، هو الطريقة اللي تبعها الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته يعني للكبار وللصغار. فهي الوسيلة الأجدى لتدريب الطفل على الصيام. ما معقول نحن نجي لنقول لطفل مقبل على البلوغ، مقبل على الشباب، على مرحلة الشباب بعمر 11 12 13 سنة، نقول له أنت مأمور هلأ الآن بالصيام، عليك تصوم فورا. نحن بالعكس، ليش نحن نعمل هذا الشيء؟ ليش لنفاجئه بهذا الشيء؟ نحن بنبلش من عمر قبل ست سنوات، معنا ست خمس سنوات ممكن ندربه فيه على الصيام ونقدم له هذا المفهوم. يعني من عمر مثلا خمس سنوات أو ست سنوات ممكن تبدأ فعلا ممكن بتقديم المفهوم الطفل. يعني ممكن من عمر خمس سنوات، ممكن أربع سنوات، لكن صغير، ولكن مجرد شعاره جميل. الشهر الكريم. طيب يعني أنت ذكرتي تقديم المفهوم وإعطاء هذه الأمور وفتح الباب فعلا للطفل للتفكر في هذا الشهر الكريم. طب إحنا ليش بنصوم رمضان أجا؟ يعني أنا أول سؤال سألتني يا بنتي، رمضان يعني بده يدق على الباب ويفوت ويزورنا؟ يعني يعني هاي الأمور اللي فعلا يعني فعلا تخطر على بال الأطفال في سن صغير. كيف ممكن أنا أهيئ هذا الطفل بأمور عملية لاستقبال هذا الشهر والبدء فعلا بالتدرج معه في الصيام، وإحنا أصبحنا الآن يعني في سادس يوم لكن لسه في وقت. صحيح صحيح. تأهيل الطفل للصيام خلينا نقول فيه له شقين. شق معنوي اللي هو خلينا نقول البرمجة العقلية للطفل، وشق عملي هو تطبيق هذا المفهوم اللي احنا عم نقدم له اياه. فممكن من عمر بالعمر الصغير مثل ما انت ممكن يعتبروا انه رمضان شخص، انا بنتي كمان هيك، قلت لي رمضان امتى حيجي حيدق الباب. تمام. فالشق خلينا نقول المعنوي هو تقديم هذا الركن، تقديم العبادة للطفل، شرح
ما هو شهر رمضان؟ يعني لأنه شهر هو يحبه الله. شهر نشرح؟ يعني هل هناك وسائل يعني الطفل يعني لا يستوعب أيضا الأمور التنظيرية فقط؟ مزبط. يعني الأم ضلها تحكي معه بالضبط يعني. صحيح. هلا هذا هو شكينا بوسائل عملية. نبدأ بالشرح. هو خلينا نقول هو يعني كلمات مبسطة، يعني بده يبقى في عنا الجانب اللي بننتقل للجانب العملي. نعم. فينا يعني شوي نكرس هذا المفهوم أكثر، لكن الشرح بحد ذاته رح يكون فيه هو كلام، ولكن هو كلام بسيط بيناسب عمر الطفل. المفهوم العبادة هو مفهوم مجرد، يعني الطفل طبيعي انه هو ما يستوعب علينا شو عم نحكي، انه ايش صيام، عباده، حسنات، شو عم تحكي انت يعني. بس نحن بنقدم له هذا المفهوم معه سنه عن سنه رح يفهم. فممكن نبدا بموضوع انه شهر رمضان، خلينا نعايد اصحابنا، خلينا نعايد جيراننا. رمضان كريم. بنتي كانت صغيره تقول لي اي حدا تشوفه رمضان كريم، اضحى مبارك. فكانت حتى منه انه صغار عايشتيها الاجواء. تمام، عايشناها الاجواء، خاصه في غربه، اذا كنت انت في غربه فانت قدم له هذا شهر يحبه الله، شهر نزل فيه القران، شهر مميز. كيف مميز؟ هذا مميز بقلوبنا وبعقولنا. كيف من قلن انه كيف من يعني من حاول نطبق هذا الشيء فرضا ليعرفوا انه هذا الشيء مميز بعائلتنا بطقوس معينه. نعم. بانه نحن نقوم بنشاطات معينه خاصه برمضان، ونركز على كلمه رمضان. هذا النشاط بمناسبه شهر رمضان. عم نقوم بهذا النشاط لانه نحن كثير مبسوطين حنستقبل شهر رمضان، فمنركز على الكلمه، يعني هنا يعرفوا انه في شيء بالحياه اسمه رمضان. انه ممكن مثلا تاخذ هدايا وتعيد الجيران بمناسبه شهر رمضان، ممكن ضيافه يعني. انا مرات وطب الحقيقة عملناها على العيد. ضيافة، ضيافة الجيران. عملنا سلال أنا وبنتي وضيافة الجيران، إنه هذا على العيد. ممتاز. العام وأنتم بخير، أضحى مبارك أو فطر سعيد. طب أستاذة زينة، إيه القيم اللي ممكن نستغل فيها شهر رمضان في إن إحنا نغرسها في الأطفال؟ يعني القيم يعني وتربية الأطفال موجودة طول السنة، لكن شهر رمضان تحديداً إيه اللي ممكن القيم الذهبية اللي نغرسها؟ القيم، خلينا نقول القيمة الأولى هي إطاعة رب العالمين. يعني شهر رمضان أنا عم صوم لرب العالمين، ما عم صوم لهدية، أكيد الهدية تشجيعية، رح نحكي عن الشيء التشجيعي. ما عم صوم لأنه بدي ماما ترضى عني، أنا عم صوم لرب العالمين. عندي أركان خمسة. يعني تقديم الأركان الخمسة، أنا هذا اللي بلشت فيه مع بنتي، إني أنا بديت معها بتقديم الأركان الخمسة قبل ما قالها إنه نحن لازم نصوم. لا، خلينا نفهم شو هن هالأجزاء. الصيام هو جزء، عملنا نشاط كرتونات أسطوانية فيها الأركان الخمسة مكتوب على كل واحد فيهم، وفوق أسطوانة مكتوب عليها الإسلام. إذا وقعنا كرتونة بيقع الإسلام. حلو. بيقع يعني لطيفة. تمام، يعني ما بيقوم الإسلام إلا بهالأركان الخمسة. فهو تقديم أول شيء النشاطات كنشاط خلينا نقول عملي. نعم. هو تقديم الأركان الخمسة، يفهم الطفل إنه في عنا أركان خمسة من بيناتهم الصيام. يعني فهي واحدة، هي بعتبر القيمة الأساسية هي إطاعة رب العالمين فيما فرضه في الأركان التي فرضها. قيمة الصبر، يعني أنا رح أصبر على الجوع، رح أصبر على العطش، رح أتحدى نفسي. أنا رح أكون قوي، رح أتحدى نفسي. تمام. وضع هدف. وضع هدف انه انا ممكن ما هدف مكتوب، ممكن نكتبه على الحيط على كرتونه، انه انا رح اصوم من هالساعه لهالساعه، انا رح احاول بهاليوم اني اصوم. فهو انا معلم الطفل انه هو يبرمج عقليته ويبرمج نفسه ويبرمج جسده انه انا رح اصوم بهالساعات المعينه فرضا. في رايك يا دكتوره لو اطفال صغيرين ممكن نزود قيمه الشعور بالغير انه يوزع افطارات للصائمين او كذا؟ ممكن طبعا. نحطها ممكن ولا ممكن الصدقه لسه. يعني كقيمه خلينا نقول قيمه مثلاً. الصدقه، قيمه الزكاه، نحكي لهم عن زكاه فطور. والإحساس بالفقراء وهذه الأمور. تمام. يعني إحساس أكيد. بالفقراء أكيد. جميل. ولكن ما نربط فقط الصيام بالإحساس بالفقراء، لأن أكيد. الفقراء كمان بيصوموا. فلما الطفل يقول لك طب الفقير عم بيصوم، يعني مو بس أنا اللي عم بصوم. يعني لفتني أستاذ زينب بحديثك أنك أنت عكستي فعلا الصيام بمفاهيم حياتية ستبقى بعد رمضان. يعني ليس فقط في هذا الشهر. ضروري. موضوع التخطيط، موضوع الصبر، يعني القيم فعلا أنا بركز عليها بهذا الشهر حتى أغرسها في عقل هذا الطفل. طب صمت العصفورة نسمع عنها وإحنا صغار، يعني كيف ممكن نتأثر هذه الصيام فعلا؟ وكيف ممكن يكون تشجيع للطفل على الصيام بطريقة كاملة؟ هذا خلينا نقول الشق العملي اللي هو مثل ما قلتي صمت العصفورة، أو نحن كنا نقول الدرجات المادنة، يعني الصيام الجزئي. خلينا إذا نقوله نعبر عنه هو الصيام الجزئي. يعني هو أنا لما بدي أقول للطفل صوم خصوصي بهالساعات الطويلة، هو يعني لا يجوز أني أخلي طفل 6 سنوات يصوم من الفجر إلى المغرب. في مشقة فيه، عم كلفه شيء هو مو يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا ممكن جزء له الصيام، خلينا نصوم من أذان العصر لأذان
المغرب فرضا، نعم. أو من أذان الظهر لأذان العصر، يعني ممكن أربطها بالأذان، ممكن أربطها بالساعات. يعني هلا أنا طفلتي مثلا أول يوم أنا أصوم ساعتين، وتعمل لها النية نويت أن أصوم هذا اليوم، نويت أن أصوم ساعتين ماما ساعتين. حلو إنها بلشت تستوعب مفهوم النية أيضا، يعني هذه قيمة على فكرة مضافة في رمضان. تمام النية، إنه أنا أنوي إني أنا راح أقوم بهذا العمل. جميل. فهذا التطبيق العملي هو نبدأ بالصيام الجزئي، وأبدا نهائيا ما نجبر الطفل على الصيام. حس حاله تعب، حس حاله إنه هو ممكن تساعديه، هو اللي يقرر أنت اليوم كم ساعة بدك تصوم، وبالتالي هو يقرر وخلاص. أعطي الخيار، أنا طفلتي اختارت ساعتين، طيب ساعتين ثاني نهار من الظهر للعصر ماشي. حلو. صحيح نقينا شوي وتململنا شوي، ولكن يعني في فرق بين إني أجبر الطفل بل إني شجعه. جميل. أنا بشجعه إني أنا يعني شوف أنا صايمة، يلا خلينا نشغله بشيء معين. يعني لما بيلتهى بشيء، أما لما بده يقعد طبعا إنه هو رح يحس بالصيام أصعب، أما لما بده ينشغل بشيء بنشاط معين بالمنزل أكيد رح يمر الوقت، يأذن العصر يلا خلينا نفطر. طب أستاذ زينة، في كتير من الأهالي من يعني حرصهم الشديد على إنه أبنائهم يتعلموا الصيام، بصير في عندهم في حال إنه الابن ما التزم بصيام يعني هذا الصيام الجزئي أو بأي من تعاليم شهر رمضان، بيصيروا بيجلدوا ذاته أكثر من ناحية التأنيب، أنه أنت ضعيف، أنت ما بتقدر، أنت مو قوي. قديش هذا الشيء ممكن يأثر بالطفل من ناحية سلبية في فهمه لشهر رمضان ومفهوم شهر رمضان والقيمة منه؟ الحقيقة هذا بيأثر بمفهوم الدين عند الطفل. لما الدين، أنا لما بدي رغب الطفل بالدين بدي أربطه بمشاعر حلوة، هاي اللي بيفهمها الطفل. الطفل بيفهم المشاعر، هو هاي المفاهيم المجردة هي هلأ حاليا ما بتعني له شيء، أنت عم تحكي له عنه لكن هو حاليا فعليا ما بتعني له شيء. أما هو بيستوعب المشاعر، أنا زينت برمضان مع ماما، أنا انبسطت، أنا صار بعقله الباطن في مشاعر جميلة تجاه هذا الشهر. فلما بدنا نشعر الطفل بالخجل، لما بدنا نشعره بالذنب، لما بدنا نشهر فيه ابني ما بيصوم، ابني كسلان، هاي مأساة، يعني مأساة فعلا. ممكن يعاند اصلا كمان، ممكن يعاند طبعا، ردة فعل عكسية وخاصة لهالجيل. يعني الجيل من عمره 5 سنين بيعاند. يعني استاذة زينة، في اطفال بتبقى عنيدة، يعني بتوصل مثلا لسن 6 سنين 7 سنين 8 سنين، خلاص يعني قربوا على وقت التكليف ولسه بيعاندوا مش عاوزين يصوموا، ده نعمل معهم ايه الحق؟ تمام. هلا يعني بدنا نحاول قدر الامكان هو بالمسايرة والمسايسة، يعني مثل ما اتفقنا انه يعني نعمل نجزئ الصيام، نجزئ الايام، ممكن هذا اليوم صيام بكره لو مرضيش خالص. يعني لو في اطفال ما شاء الله عليهم يعني تجيبيهم من هنا تجيبيهم من هنا عندهم هلا لما يقطع الطفل 8 سنين ممكن 8 لـ10 سنين نبدا نحكي اكثر ممكن بالثواب والعقاب اكثر عند رب العالمين، ممكن نحكي اكثر برضا رب العالمين. اصغر من هيك عاده للاطفال بيكون دافعهم من نفسهم الحقيقه، يعني بيكون دافعهم من نفسهم انا بدي اقلد ماما، انا بدي انا بحب رب العالمين، انا بحب الله، بدي اعمل هذا الشيء. لما بيقطع على 8 سنين ممكن ايه يبلش العند اكثر، يعني ممكن نحاول يعني هلا انا ما بفضل هذا الموضوع، ولكن ممكن نلجا له انه هو وعده بشيء مادي، يعني وعده بهديه معينه، وعده ب ب ب برحله معينه، بمشوار معين، بانه نصنع طبخه سوا مثلا مع بعض. الاطفال عاده بيحبوا يفوتوا على المطبخ فعلا. يعني فهي بده يضل موضوع، يعني كل ام ادرى باطفالها، كل ام لازم تكون ادرى باطفالها بالطريقه اللي بتمشي معها. طب استاذه زينه، في موضوع يعني لابد انه انشر له، كونك ذكرتي في البدايه مساله الاطفال اللي في الغربه ومساله اهميه ربط رمضان بشهر بطقوس معينه. طيب في الغربة، وخصوصا في حال إذا كانوا الأطفال في دولة غربية أوروبية غير مسلمة وما في إطلاقا أي أجواء رمضانية، وبتودي الطفل كل يوم على المدرسة وبده يصوم، يعني وكل الأطفال حواليه بيكونوا مش صايمين ما بيعرفوا شيء عن رمضان، هذا الطفل كيف ممكن تدربيه؟ طبعا هون التحدي أكبر. يعني التحدي أكبر هون بيجي موضوع أنه نشرح خلينا نقول تعدد الثقافات للطفل، تعدد الأديان. يعني أنا طفلتي من السنة الماضية بتعرف في مسلمين وفي غير مسلمين، في مسلمين ما بيصوموا، تعرف هذا الشيء، ليش ماما ما بيصوموا؟ لهن ما عم بيطيعوا رب العالمين. قيمة جديدة، التعايش، التعايش في شهر رمضان ضروري جدا، لازم يعرف الفرق، ليش هذا الطفل ما عم بيصوم وليش أنا عم أصوم؟ الطفل بيفهم، بس نحن نتعامل معه لأنه هو كائن بيفهم هذا الشيء، ما نصغر من عقله. تمام، ما نصغر من افكاره، لا نفهمه بما حكينا التعايش، تعدد الثقافات، تعدد الاديان، ليه نحن عم نقوم بهذا الفعل، ليه هن ما عم بيقوموا. لكن يمكن هي اشاره فعلا يعني مهمه لكل الاشخاص اللي عم بيشاهدونا وهم في دول اجنبيه وغير عربيه. يعني انا احدى صديقاتي كانت تعاني مع طفلها انه كان في بعض الاطفال في الروضه او في المدرسه اللي هي موجوده فيها يخفوا انهم يعني لما ياخذوا الوجبه يخفوا انه انا ما بدي اكل، انه خلص مو جعبالي، ما يحكي عن رمضان، ما يحكي أي. أي. ما يشرح.
ليه؟ لأنه في بعض الاستهزاء مش بس من الطلاب، من المعلمة نفسها. فكيف ممكن فعلا أنا أبني ثقة طفلي في نفسه في هذا الموضوع خاصة إذا كانت من المعلمة؟ المعلمة هي قدوة أكيد، فهون صحيح. المفروض يكون في تواصل. إيش بتنصح الأهل هون؟ إذا كان الطفل عم يخفي إذا كان خايف، لا لازم هون في مشكلة بقى. هون في مشكلة بإعطاء العقيدة للطفل، هون في مشكلة بإني أنا أجعل الطفل فخور بعقيدته. هون بقى هذا مو بس رمضان، هون حياة كاملة، هون أسلوب كامل، حياة كامل. أنت لما عم تخفي إنك صايم إذا أنت خجلان بنفسك أنك عم تعمل خطأ. طيب أنا الأشخاص التانية لما عم بيزينوا لعيد معين، ولما عم يحتفلوا بعيد معين، ولما عم يشربوا شيء معين، هن ما عم بيخبوا هذا الشيء. صحيح. هن فلي أنت تخبي، أنت ليه عم تخبي؟ هون بقى في خلينا نقول يعني أبعاد أخرى لازم ينشغل عليها مع الطفل، مو بس موضوع رمضان. قوي عقيدته، يكون فخور بعقيدته، يكون تصحيح من عند الآباء نفسهم. طبعا يعني إذا هن الآباء مثلا خجولين يعني بيخبوا، طبعا الطفل راح يطلع خجول. نعم جميل. يعني أستاذة زينة كانت إشارات جدا مهمة للأهل وللمربين بشكل عام في كيفية إنشاء هذا الجيل اللي واثق فعلا من عقيدته، واثق من نفسه، واثق من ومفتخر بشعائره، وبالأخص في شهر رمضان المبارك. كل الشكر إليك. شكرا لك أستاذة زينة. شكرا لك. أما أنتم مشاهدينا رح ننتقل وإياكم من استوديو دار الإيمان ومن اسطنبول إلى مقدونيا تحديدا، وتحديدا إلى العاصمة سكوبيا. رح ننتقل إلى أجواء تحفيظ القرآن للأطفال، لأنه بتستخدم إرث عثماني. ما هو هذا الإرث؟ منشاهد في هذا التقرير. الكثير من مسلمي مقدونيا وتحديداً في العاصمة سكوبيا يعتمدون في شهر رمضان المبارك على طريقة المقابلة في ختم القرآن الكريم، وهي إرث عثماني توقف منذ 20 عاماً قبل أن يتم إحياؤه مجدداً. طريقة المقابلة تعني أن يتلو قارئ ذو صوت ندي يومياً جزءاً من القرآن، ويكتفي الحاضرون بالاستماع إلى قراءته ومتابعة السطور من المصحف، وبذلك مع نهاية الشهر الفضيل يتم كل واحد من الحاضرين قراءة واحدة صحيحة ومرتلة. في هذا المسجد، مسجد ديكانجيك، يختتم القرآن بهذه الطريقة منذ أكثر من 10 سنوات، وينتظم في حلقة القرآن الأطفال كما الكبار، مما يزيد فرص أن يتعلم هؤلاء الأطفال منذ الصغر القراءة المرتلة بعيداً عن الأخطاء. من أحلى أجواء رمضان هو التحلق والتجمع لختم القرآن، وأحسن حاجة كمان بتكون إن إحنا نشرك الأطفال معانا عشان يتعلموا النطق الصحيح ويتعلموا التجويد، لأنه فعلا بجد النقشة يعني تعليم في الصغر كنقشة النقش على الحجر دي فعلا حاجة يعني مجربة وحاجة فعلا حقيقية. صحيح ياسمين، كان ذكرتني هاي الحلقات بأجواء العائلة لما يكون الأب فعلا يعني مهتم بهذه الأمور، كيف بيجمع أو الأم مثلا كيف يجمع أطفاله قبل الإفطار بعد الإفطار، يكون في حلقة قراءة قرآن، حلقة عائلية بالضبط، حلقة ممكن كل واحد يقرأ آية، تصحيح أخطاء، تجويد، لكن بأجواء عائلية جميلة. فجدا مهم مثل ما هلأ شفناها بالمسجد، حلو أنها تطبق في البيوت. صحيح، في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، يعني أي مكان في قدوة قادرة تعمل ده بجد لو عملوها هتكون رائعة جدا وثواب إلى يوم القيامة. وأيضا يعني هي رسالة للمساجد في العالم العربي، يعني حلو أنه يتحلوا بهذه السلوكيات ويحاولوا يطبقوا جزء من هذه السلوكيات أول شيء، لأنه فعلا مثل ما ذكرنا فيها ترسيخ لقيمة قراءة القرآن والتعلق بالقرآن والإشراك الجماعي في القراءة، برسخ هذا الشيء تحديدا عند الأطفال يعني أكثر من الكبار. صحيح. خلينا نرجع نفكركم بمسابقة النهاردة تاني. السؤال بيقول من هو قائد معركة بلاط الشهداء؟ هنستناكم وهنستنى إجاباتكم على فيسبوك وتويتر صفحة قناة دار الإيمان.
مشاهدينا طبعا بنذكركم انه بعد برنامج قناه دار بعد برنامج رمضانكم راح يكون في عنا نشره العالم الاسلامي مع الاستاذ ابراهيم جمال راح يرافقكم فيها يعني، فتابعوا بعد برنامج رمضانكم. واحنا شارفنا على النهايه للاسف، واليوم يعني حلقه لطيفه كانت فعلا، حلقه باجواء عائليه مميزه يعني، من تطرقنا الى الاطفال لاجواء العائله الى الحياه الزوجيه، فكانت ان شاء الله انها تكون حلقه تطرق ابواب الاسر العربيه والمسلمه اللي بتشاهدنا عبر قناه دار الإيمان. نلقاكم غدا نفس الزمان ونفس المكان في برنامج رمضانكم. في أمان الله.